وبعدين يعني من خسارة لا مشكلة لا مدري وش عندنا. وبعدين أنا متوقع إن هالشهر هذا سيء 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 مرة 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 مرة. وبعدين اسكت أنت اللي قاعد تكتب اسكت. أنا متوقع إن هالشهر هذا سيء 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 مرة 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 مرة. وبعدين سبحان الله أنا داري وفاهم إن الفترة اللي قاعد أعيشها حقت مشاكل، فترة مشاكل قاعد تتراكم علي. طيب انفجر انفجر ابتس كل شيء، والله ما هي بطريقة. مش تبغوني أعلمكم، مش تبغوني أقولكم الربع، أنا ما أدري شو أتكلم فيه. نحمد الله على كل شيء مهما صار. يا أخي ما أدري أنا شفين قاعد أحس إني ودعكم. الله العظيم يا أخي شفيني يعني. المكاد أشوفكم الأخير. مع السلامة.